أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث العلم. مصر بتحرص على التفاعل مع معطيات العصر الرقمي اللي بتتوالى في المستجدات التكنولوجية كل يوم كي تخلق فرصا واعدة في الوصول إلى اقتصاد وطني قادر ويقوم على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة واللي بيعد من أبرزها نقدر نقول الذكاء الاصطناعي. معنا في حلقة اليوم المهندس ناصر الأعصر المدرس المساعد بمعهد أكتوبر العالي للهندسة وأيضا الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. العالم كله بيشهد ثورة علمية كبيرة ونقدر نقول اتجاه نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. أهمية ذلك من وجهة نظر حضرتك؟ طبعا دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي عموما بشكل عام في أي دولة ده بيدل على مدى تقدمها سواء بقى من ناحية التكنولوجية في كل كافة المجالات والتخصصات. طبعا ان قدرت ان كأي دولة ان هي تطبق طبعا كمصر الفترة الحالية قدرت ان كتحول رقمي في كل المنظومات اللي كانت يدوية وبعد كده بقت الكتروني عن طريق التحول الرقمي كمانجمنت الكتروني أثبت سهولة التعامل المواطنين أثر عليهم بدل ما كان بيبقى فيه تكدس وازدحام لا من خلال التكنولوجي والتطبيق التكنولوجي والتحول الرقمي كبرنامج أقدر أن أنا أعمل كل الخدمات اللي أنا محتاجها عبر الإنترنت. والدليل أن احنا حاليا لو شفنا كوزارة الداخلية لما أي حد عايز يغير داتا على البطاقة والرقم القومي بيدخل على الموقع الإلكتروني ويبتدي يكتب الداتا ومن خلال كده بيبعت له مسج يقولوا له تم تغيير البيانات. فبالتالي حاجات دي كمثال قدرت كمصر توصل لحاجة زي دي وطبعا بيبين قد ايه مدى تقدمها في المجال التكنولوجي. باشمهندس ناصر، يعني في مصر تم تبني الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال إقامة صناعة للذكاء الاصطناعي في مصر. بتشمل هذه الصناعة نقدر نقول تنمية المهارات والتكنولوجيا والنظام البيئي والبنية التحتية. ماذا تمثل هذه الاستراتيجية؟ الاستراتيجية طبعا كتمثيل لكل على المجتمع عموما وطبقها من خلال طبعا خبراء وممثلين في التحول الرقمي عموما بشكل عام بيأثر على الدولة بشكل إيجابي جدا في طرق التعامل انها تتم من خلال الموبايل ابلكيشن والموبايل. يعني كل الناس دلوقتي مع سمارت فون من خلال سمارت فون دي كانت اول استراتيجيه اشتغلوا عليها ازاي نقدر نستفاد بهذه الرولز بما ان السمارت فون موجود لكل الناس مش شرط بقى نوعه ايه. لا هو طالما سمارت فون عليه ابلكيشن خلاص من خلال السمارت فون نبتدي نشتغل على المشاكل اللي موجوده في كل تخصص وفي كل قطاع في الدولة زي مثلا قطاع الضرائب القطاع الخاص بالصحة. ان انا كانت وزارة الصحة طبعا الاول ما كانش اي حد مثلا يبتدي عايز يروح مستشفى او عايز يعمل اي حاجة او يسجل ياخد اللقاح. طبعا دلوقتي متوفر معانا منظومة كبيرة جدا كاي تي موجودة اثبتت دور التحول الرقمي في مصر عموما بشكل عام. طيب هل بتوجد استراتيجيات ومبادرات للذكاء الاصطناعي حول العالم؟ كتير كتير تم تطبيق هذه الاستراتيجيات والمبادرات حول العالم وطبعا دي من الحاجات اللي خلت التقدم اللي خاص يعني كل دول العالم اثبتوا ذلك حتى عن طريق الجائحه كورونا اللي تمت الاستراتيجيه اللي طبقوها سوفت وير عموما بشكل عام ان ازاي يقدروا يحافظوا على العمليه التعليميه من خلال برنامج طبعا البرنامج اللي هو الزوم اللي كل الناس دلوقتي بتعمل عليه ميتنج اونلاين دلوقتي. ما هو ده احد البرامج طبعا القويه جدا كبرامج طبعا ارتفيشال انتليجنس. طيب ايه دور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءه نقدر نقول المؤسسات الحكوميه بشكل عام؟ طبعا دوره هنا كبير جدا. اول حاجه زي ما انا قلت في البدايه ان بيمنع التكدس ان طرق المعاملات بتبقى سهلة جدا في ان انا عايز اخلص حاجة معينة تقارير عايز اعرف يعني ارفعها للمدير بتاعي بتبقى عن طريق طبعا داتا معينة كل الكلام ده بيتم
أدى يعني أثبتت صحة الذكاء الاصطناعي إن جامعة مثلا جامعة عين شمس طبقوا كالروبوتكس، وده أحد مكونات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ليه العديد من المكونات، من ضمنها طبعا كالروبوتكس، والروبوت فعلا قدر إن يدخل طبعا كمنظومة مصر، قدرت طبعا إن في جامعة عين شمس في المستشفيات وتوفروها، ودي أثرت طبعا على كل الأطباء بشكل إيجابي، وإن ما يبقاش في اختلاط ما بينهم وبين المرضى عن بعد، إن لو في مريض عنده كوفيد عشان العدوى ما تتنقليش. أيوة. لا، يبقى في وسيط هنا كروبوت كتطبيق ذكاء اصطناعي يبتدي بقى من خلاله يبرمج طبعا عن طريق بعض الالجوريزم وبعض السوفت وير اللي يتم استخدامها كروبوتكس وكماشين ليرنينج، بيبتدوا يشتغلوا على ان هو يترجموا ان المريض المعين اللي انا داخله ليه كود رقم قومي، من خلال الرقم القومي تبتدي يتسجل على الروبوت، من خلال الروبوت يبتدي يقرأ ان المريض ده عنده ايه وايه الدواء بتاعه اللي محتاجه وبياخده كم مرة في اليوم والساعة كم دلوقتي عشان ايه الجرعة اللي عليها توقيت دلوقتي. أي. كل الكلام ده بيتم طبعا من خلال متخصصين يبرمجوه ويرتبوه كده حسب الترتيب زي ما انا قلت لحضرتك عليه دلوقتي. طيب المجالات الرئيسية الأخرى اللي ممكن للذكاء الاصطناعي ان هو يدعمها او في العمليات الحكومية؟ طبعا في مثلا يعني في كعمليات حكومية هنقول الشهر العقاري مثلا، الأماكن اللي بيكون فيها ازدحام كتير جدا جدا، استخراج رقم القومي الفترة دي تمت معالجتها عن طريق أبليكيشن بيتم من خلاله، توفير روبوتكس مثلا موجود في كل القطاعات الخدمية سواء المولات أو المطاعم أو الكلام ده كإرشادي يبتدي يوجهه، طب هل لو في مشكلة مش عارف توصل لمكان معين يبتدي إن هو يساعده ان هو يوصل للمكان اللي هو محتاجه. ايه اللي بيخلينا يدفعنا بقوه كده ان احنا نعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ قوه البنيه التحتيه والاستراتيجيه اللي وضعتها الدوله فعلا هي والامكانيات اللي احنا شايفينها كتطوير، وطبعا الجمهوريه الثالثه زي ما طبعا شايفين ان في تغير شامل، وتغير طبعا ان الفتره دي ان كل الجهات الحكوميه دلوقتي بيتم المعاملات فيها الكتروني ما يبقاش يدوي، وده بيدل على قوه مصر من ناحيه التكنولوجيا. طيب ازاي نقدر نزود الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي؟ طبعا بيتم ذلك عن طريق توفير ورش عمل خاصة بالذكاء الاصطناعي والتدريب العملي لكل الطلاب في كل الجامعات، لان دول طبعا اقرب امثلة بعد التخرج بيبقى فيه سوق عمل، فطبعا عشان يربطوا او تأهيل الطلبة سواء بقى في كليات الكمبيوتر ساينس او في كليات طبعا كليات الهندسة، فبيتموا هنا ان ازاي يأهلوا الطلبة لسوق العمل عن طريق ان هم كل التعاملات التكنولوجية اللي بتتم من خلال لازم يكون طبعا ورش عمل في المجال ده. ده بالنسبة للتعليم او المؤسسات الحكومية بشكل عام، لكن دور الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي او المجال الصناعي او المجال البيئي دوره ايه؟ طبعا في المجال الزراعي طبعا دور الذكاء الاصطناعي مهم جدا، من سنتين كده اعلنت مصر على ان الفلاح يقدر يروي الارض بتاعته من خلال موبايل، ودي حقيقه كانت طبعا يعني شوف من خطه استراتيجيه كبيره جدا اعلنوا عنها من سنتين، وطبعا شغالين عليها ان هم ازاي في نفس الوقت يدعموا الفلاح المصري او المواطن عموما بشكل عام اللي بيهتم بالارض بتاعته، بدل ما يبقى فيه مشكله ان هو يروي الارض او الميه او الكلام ده كله، ان هو طبعا ليهم خطه كده ان هم يروا بيها الارض، دور الذكاء الاصطناعي هنا ان هم ممكن يوفروا الروبوتكس، ودي من الحاجات اللي بعض الدول شغالين عليها زي اليابان طبعا، ان هم يبتدوا الروبوت ده هو اللي بيقوم بدور الفلاح المصري، بمعنى هو اللي طبعا بيحنط الارض وبعد كده بيقوم هو بعمليه والروي والزراعه والمحصول وايه واختيار المحصول، وطبعا خطه كبيره ان شاء الله يعني دي من الحاجات المهمه جدا لها دور كبير في المجال الزراعي. طيب بالنسبه للمجال الصناعي والمجال البيئي؟ المجال الصناعي طبعا في المصانع، طبعا
مش معنى ان انا ادخل الذكاء الاصطناعي في المصانع يبقى انا بلغي عماله، بالعكس. لا، ده هو في بعض الناس فعلا يعني معظم المصانع بتشتغل ثلاث ورديات يعني هنا، وكل بيبقى كل شخص ليه عدد ساعات معينه عمل، ودور هنا الذكاء الاصطناعي في المجال الصناعي طبعا بيزود من الـ طبعا الجزء الاقتصادي اللي خاص بالنسب الارباح اللي موجوده في المصنع، وفي نفس الوقت بيرفع من جودتها، وفي نفس الوقت يعني بيبقى بيحقق هنا ميزه كميزه تنافسيه، يقدر ان هو ازاي ان هو يورد المنتج بتاعه بره مصر. المجال البيئي، المجال البيئي طبعا في طبعا احنا كمصر قدرنا ان احنا نستخدم كل التكنولوجي في المجال البيئي، وده بيجي طبعا عن طريق مثلا هنقول المناخ الجو مثلا، وطبعا ومدى الـ يعني درجه الـ 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 الجو نفسه بتبقى عامله ازاي، هل هنا التوافر قدرت الفتره دي فعلا بيبتدوا، حتى لو سمعنا الارصاد الجويه دايما قبلها بيومين قبلها بثلاثه بيطلعوا هنا بيقولوا ان يوم كذا هيبقى فيه درجه الحراره تبقى قليله جدا، وهيبقى فيه امطار على السحب على المناطق كذا وعلى المناطق كذا، ده بيبقى نتيجه ان عندهم كسوفت وير مرتبطه طبعا بالأقمار الصناعيه، بيقدروا ان هم من خلالها يعرفوا تقلبات الجو شكلها ايه، وده طبعا بيعود على الدوله ان هنا ما يبقاش في مشاكل. يعني لو هنا طبعا ما عندناش التقنيات اللي هي كذكاء اصطناعي وكهندسيه، طبعا عمرنا ما يعني هنلاقي كلنا الناس راح عادي تتعامل بشكل طبيعي، وفجاه هنلاقي بقى مطر شديد ومشاكل كتيره جدا تواجه، انما الدوله قدرت ان هي تشتغل الحته دي كويس قوي الفتره اللي فاتت. طيب ده شيء رائع، ولكن هل يمكن ان احنا نجد اليه لتعزيز نهج الذكاء الاصطناعي اللي بيخدم الإنسان واللي بتكون رفاهية الإنسان فيه نقدر نقول أولوية؟ في كل التخصصات عموما بتبقى حاجة مهمة جدا ان يوفروا كذكاء اصطناعي للإنسان عموما في كل المجالات، سواء بقى مجال الرفاهية او في مجال التعليم او في مجال الصحة او في كل المجالات، حقيقي يعني من الحاجات اللي بيبقى لها دور كبير جدا، وزي ما بقول لحضرتك كده وتوفير برامج تدريبية ورش عمل يبقى كله متدرب عليها وكله متخصص عليها، حتى بره يعني بره المؤسسات الحكوميه والخاصه وجوه المؤسسات الحكوميه والخاصه، بحيث ان ممكن يستعين بها هو في البيت. يعني ممكن حابب النهارده يخرج وبس يعني عايز يختار بقى ايه الاماكن اللي هو يروحها، طب انا هل ينفع هنا وانا قاعد في البيت اختار مكان معين واقدر من خلاله مثلا اختار لعبه معينه العبها وانا قاعد في البيت من غير ما اروح المكان نفسه ده؟ طبعا بتبقى عن طريق شبكه الكترونيه كبيره جدا بتتم، وسوفت وير بيتم استخدامها من خلال طبعا الموبايل ابلكيشن والانترنت اوف ثينج عموما، بيبتدي بقى هنا التواصل مع المكان اللي انا محتاجه، اللي سواء بقى سينما ملاهي الكلام. طيب لو قلنا الرابط والذكاء الاصطناعي، هل يمكن الاستغناء عن الموارد البشريه بهما؟ بعض الابحاث اكدت ان الروبوت والذكاء الاصطناعي فعلا بيلغي دور معين، مش بيلغي بقى دور الشخص نفسه، بيلغي دور معين الانسان بيقوم بيه، بس هنا انا شايفه انه من ناحيه الـ 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 العمليه ان الروبوت هنا داعم للانسان عموما في شغله. داعم بمعنى ايه؟ ان بدل ما بيكون في هنا مجهود كبير جدا على الشخص وهو شغال، بيبقى لا بيتشال عليه لود شويه، بيبتدي هنا الروبوت بيوزعه على لو قدرت المؤسسه ان هي توفره ان هو يتحمل هو جزء من الاعباء الشغل. وممكن من ابسط الامثله من الناس اللي فعلا كنماذج العلميه اللي بيعانوا من الموضوع دوت هي الاطباء والممرضين فعلا في المستشفيات. فعشان كده بيبقى ليهم لود كبير جدا، ممكن بيعدي مثلا على الطبيب او الممرض مثلا في طعم التمريض يومين ثلاثه قاعد نبطشيه في المستشفى. طب هل هنا الروبوت هنا لو اتضاف هل هنا هيلغي دور الطبيب وهيلغي دور الممرض؟ لا بالعكس. يعني التمريض يعني مش هيأثر على مستوى سوق العمل البشري بشكل عام. بالظبط بالظبط. طيب هل في خطوره من استخدام الذكاء الاصطناعي على المستوى الامني؟ طبعا بيبقى في استراتيجيه، يعني مثلا الذكاء الاصطناعي انا هستخدمه في ايه؟ وده السؤال اللي بعض المؤسسات لما بتيجي تشتغل في منظوم تكنولوجي عموما بشكل عام بيركزوا هل ده نظام حربي ولا طبي ولا ولا لا، بيبقى هنا في بعض الاجراءات الامنيه طبعا، وان ما ينفعش ان انا مثلا اجيب اعمل روبوت حربي
ممكن طبعا لازم يكون ده طبعا وضمن الحاجات المهمه جدا يعني اكدوا عليها الخبراء، ان ما ينفعش يكون عندي في البيت مثلا او في الجامعه او في الكلام ده كمؤسسه بحثيه ان انا اعمل روبوت حربي يبقى فيه يعني شايفه ان هو ضار لكل الناس اللي حواليا. لا، هنا بيتم بقى طبعا موافقات امنيه لبعض المشاريع دي عشان ما يبقاش ليها نقطه سلبيه على المجتمع نفسه. طب ايه هي التحديات اللي بتواجه تبني استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في مصر؟ طبعا كتحديات احنا الفترة دي طبعا لو يعني كبحث علمي عموما شايفين التقدم التكنولوجي اللي موجود في كل المجالات. وبالتالي التحديات اللي عموما بتواجه كذكاء اصطناعي طبعا في معظم التحديات اللي هي الخبراء والمتخصصين والتحديات المجالات اللي هل فيها متاح فعلا ان اطبق كذكاء اصطناعي في المجال ده ولا لا، لان عشان اطبق كبوينت من ذكاء اصطناعي في تخصص لازم اعرف اضرارها هتكون ايه. وبالتالي الدراسة حول الأضرار دي بتبقى طبعا بناء على أبحاث ونظريات ووثائق فعلا مؤكدة أن يتم تطبيق البحث ده في التخصص ده. لأن ممكن شايف أن التخصص ده ينفع أن أنا أطبق فيه روبوتكس كمثلا نظام تمريض وأضيفه في المستشفى، وأنا كفاءة المستشفى ما ينفعش أن أنا أضيف فيها روبوت، ما فيهاش إنترنت ولا فيها اي يعني هتعامل مع روبوت لازم كزاي. يكون في عوامل مساعده بالظبط تقدر علشان تطبق فيها الذكاء الاصطناعي علشان اقدر اوصل للهدف المنشود لازم يكون في عوامل مساعده. طيب ازاي نوفر هذه العوامل وايه الاماكن اللي اقدر اقول ان انا ممكن استخدم فيها الذكاء الاصطناعي وتكون بالنسبه لي مربحه ومفيده للمجتمع؟ طبعا في الجزئيه دي مهمه جدا ان انا هنا بركز على بعمل دراسه للمكان. هل هنا المكان متاح ان انا استخدم فيه تكنولوجي ولا لا؟ ودي بتيجي عن طريق كفاءه المنظومه نفسها والمؤسسه نفسها. أي. كمؤسسه تعليميه او كمؤسسه طبيه او طبعا لما انا اجي هنا اشوف المؤسسه التعليميه كجامعات، في بعض الجامعات حاليا عاملين طبعا بوابات التحكيم. عاملين طبعا كل الجامعات حاليا مطبقين اللي هي طبعا كل بوابات التحكيم، وفي جامعات مطبقين الروبوتكس. ان مثلا كنت شفت اليابان مثلا مطبقه ان ستيودنت دخل الجامعه من غير ماسك، فهنا الروبوت وقفه قال له انت مش لابس ماسك، فهنا قدم له بقى هنا في طريقه بقى استجابه يعني عن طريق طبعا طبعا بصمه الوجه. طبعا هنا بيبتدي بقى هنا بيضغط الروبوت بيطلع له ماسك بيلبسه عشان يدخل الجامعه بتاعته عادي لو هو مش معاه ماسك. فطبعا كفاءه الجامعات او كفاءه المؤسسات كمنظومه تعليميه تم تطبيق بيرجع تطبيق الذكاء الصناعي بناء للكفاءة نفسها اللي بتشتغل عليها المؤسسة. احنا في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك على هذه المعلومات ونتمنى سادة المشاهدين يكونوا استفادوا منها. وحضرتك شرفتنا على شاشة نيل الأخبار، المهندس ناصر الأعصر المدرس المساعد بمعهد أكتوبر العالي للهندسة والباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث العلم، الأسبوع القادم حلقة جديدة، إلى اللقاء.